تطورات جديدة بين أزمة تامر حسني وبسمة بوسيل. احتفل بعيده بغياب أولاده، فهل منعتهم الأخيرة من الحضور؟ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان المصري تامر حسني خلال الاحتفال في عيد ميلاده 46. وفي التفاصيل، نشر شقيق تامر حسام حسني صورة من الاحتفال العائلي، وعلق حسام على الصورة التي وثقها عبر إنستغرام قائلا: كل سنة وانت طيب يا أبو آدم، وعقبال مليون سنة، صحة وسعادة ونجاح، وربنا يحقق لك كل اللي في نفسك، ويبارك لك في أولادك، ويبارك لي فيك يا أبو قلبي طيب. رغم علاقته الطيبة مع طليقته بسمة بوسيل، إلا أنها لم تظهر معه في هذه المناسبة السعيدة، وكذلك أبناؤه الثلاثة تاليا وأمايا وآدم. وكان تامر حسني قد أعلن انفصاله عن زوجته المغربية بسمة بوسيل قبل أشهر قليلة. وعلى الصعيد الفني، طرح الفنان المصري فيديو كليب أغنيته الجديدة حواء من ألبومه هرمون السعادة بالتعاون مع الفنانة أسيل عمران. وتداول فكرة أغنية حواء الجديدة حول العديد من المواقف الكوميدية التي تجمع الرجل والمرأة وكيفية فهم الرجل للمرأة. وكان قد شوق الفنان المصري تامر حسني جمهوره بعد الإعلان عن تعاونه مجددا مع الممثلة السعودية أسيل عمران، مؤكدا أنها ستكون رحلة فنية طويلة. وثق الفنان المصري تامر حسني على حسابه عبر إنستغرام صورة له مع أسيل عمران، وعلق بالقول: رجعنا لكم تاني أنا والنجمة الجميلة أسيل عمران بعد كليب ناسيني ليه اللي كلكم حبيتوه. وأضاف: بس دلوقتي مش كليب، بس إحنا بنحضر لرحلة فنية أطول من اللي كنتم مستنينها من زمان. وتابع: انتظروا أول خطوة في الرحلة، وهي كليب أغنيته الجديدة حواء من ألبوم هرمون السعادة يوم الخميس القادم إن شاء الله الساعة 6:00 مساء. هذا وكانت قد وثقت الممثلة المصرية نادية الجندي مقطع فيديو ظهرت فيه بوصلة رفقة بمواطنها تامر حسني على أنغام أغنية يا بنت الإيه في منطقة الساحل الشمالية.